سلام. بربي احنا البنات اللي تعارفنا مع شو اسمه وليد النهدي. بربي انا نحب نحكي الحقيقه، خاطر برشا عبيد قاعدين يكذبوا، برشا بنات تقول احنا اللي ضربناه واحنا قلنا اعطينا كرسي وهو يحكي واعطيني طاوله، وهو يحكي في فيرسيون مش صحيحه الجمله. وخوه وخوه قال البنات روشيرشي والحمد لله ومعروفين، والحمد لله وليد خويا ما ضربش الكل، لا ما ضرب الجمله. وليد خوه احنا ضربنا رويحنا بالكفوف، احنا ضربنا رويحنا بالبونيه، احنا زاد سبينا رويحنا وقمنا عطيناه تريحه. سي وليد جاي يشري صحيح، احنا قاعدين سته بنات خارجين مع بعضنا اصحاب خارجين باش ناكلوا، بيان سور باش نقعدوا احنا اصحاب نفطروا مع بعضنا، مانيش نقعدوا نبكيو، سي نورمال باش نقعدوا نضحكوا. سي وليد واقف يشري على روحه، احنا نضحكوا كل مانيش نضحكوا عليه، وحتى كان ضحكنا عليه هو لو كان جاي متربي وسخ كيما يسخر روحه راهو يقبل عادي. اي فنان عنده ناس تحبه وعنده ناس تكرهه عادي، حتى واحنا كان ضحكنا عليه كان ينجم سي وليد يقول البنات راهو عيب عليكم، البنات ما يجيش هكا تضحكوا عليا يعيشكم، وقتها احنا نقولوا له سامحنا. اما هو يغزر الطفل يقولوا البنات هذوكم تيت 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 تيت. لفتنا احنا غزرنا قال اي انتوما، وبدا يقول تيت 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 وسب الام وسب الام وكل مصب. قال احنا سبينا له عائلته. بربي يا اخي احنا مهبله لهالدرجه، معناها عاد قاعد على روحه نقوموا نسبوا له في عائلته، علاش شنو عندنا معاه احنا وليد النهدي هذا؟ ما عندنا معاه حتى مشكل. قام يسب فينا كي احنا تكلمنا قلنا له انت كيفاش قلنا هكا واحنا في حومتنا؟ قال باقي انتوما بنات المرسى تي 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 وسب المرسى اون بلوس. قلنا احنا قلنا له ماكش متربي مالا وماكش راجل وما تحشمش على روحك. كي احنا قلنا له ماكش راجل اهبط باش يضربنا. بدا كيما شفتوا في فيديو كيفاش هابط وصاحبتي شد فيها من البلوزون نتاعها يا مروش فيها وبدا باش يضرب بونيا في صاحبتي. يا اخي انا هزيت الكرسي وضربته بيه وهو يستاهل، وما وفيتش العركة غادي يكمل يخلط علينا. احنا درنا من دار المرسى ودرنا مغادي، هربنا منه يحصر فينا. كي وصلنا وين السيكوريتي نتاع دار المرسى هو رجع كملنا احنا في الطويل ودرنا، نلقاو خرجنا منين صفصاف، كي شافنا قام يجري 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 وضرب صاحبتي بكف. كي ضرب صاحبتي بكف يجي راجل اللي يحكي هو على المصلين والمتدينين وفي الجامع ودرا شنو، الراجل ضربه بكف قال له عيب عليك تضرب في بنات في الشارع باهي، وفما طفل واحد اخر ضربه، ومن بعد كي دار له ضربه بلاتون تاع عظم في وجهه. وعمرنا وعمرنا ما نظلموا عبد اي واحد، اي طفله في تونس وكان واحد يوصل ينعتها بالعهر وكل ويقولها هكاك سي نورمال باش دافع على روحها. شنو يحبنا نعملوا احنا؟ هو يسبنا ويتهدى علينا باش يضربنا، شنو باش نعملوا؟ نقولوا له يعيشك يعطيك الصحه انت انسان متربي. اجا ضربنا. باهي وفات الحكاية، وماذا بيا العبيد الكل ما عادش تحكي وتكذب وتقولها وقال لي اعطيني كرسي وقال لي درا شنو. هاهي الحكاية الصحيحة وفما شهود والعبيد الكل راتوا وحتى عبد ما جا معاه.